اهلا بيكم، معاكم اسلام مجدي واحمد عز الدين من تيم في الجول. النهارده هنتكلم عن تعيين جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام، الخبر اللي صحينا كلنا عليه. واظن ان احمد عز الدين جاء مستعد دعم مورينيو. شبيحه جوزيه مورينيو. يمكن هنقدم النهارده وجهتين نظر، يمكن الاراء منقسمه ما بين ان مورينيو يمكن بيدمر مسيرته، لان توتنهام مش بنفس بروفايل بايرن ميونخ، بنفس بروفايل الانديه الكبيره اللي كان بيدربها. ما دربش بايرن ميونخ اللي كان هيدربها، يعني وريال مدريد، انتر ميلان. بالصدفه يعني ان احنا بنتكلم على ان ده مشجع لمانشستر يونايتد وانا مشجع لجوزيه مورينيو في اي مكان بيروح. يعني يمكن الحاجات الغريبه ان الواحد بيشجع مدرب اكتر من نادي، او بيشجع مدرب في اي نادي بيروحه دي، بس هو الحمد لله ان النادي الوحيد اللي انا فعلا بشجعه جدا وبالتالي ما اقدرش اشجع منافسه هو برشلونه. هو كان مستحيل يروح برشلونه في اي وقت من الاوقات بعد الموضوع بتاع 2008. فانا اتنقلت لتوتنهام. الراجل ده اكيد عايز يثبت ان جوزيه مورينيو كان هو اللي فاشل في مانشستر يونايتد، هو اللي دمر مانشستر يونايتد، ومن هنا بقى ممكن نبتدي النقاش. هو بالعكس، هو في مانشستر يونايتد كان الموضوع منقسم لكذا شق، بس يعني افضلهم واكثر صوره واضحه كان فكره انه دخل في خلافات مع نجوم الفريق، بول بوجبا وماركوس راشفورد وانتوني مارتيال ولوك شو. كل لاعيبه الفرقه كان معاهم خلافات مع جوزيه مورينيو، غرفه الملابس كانت بمثابه حرب. الامر مش مختلف في توتنهام، بالعكس انت عندك ثلاث لعيبه من نجوم الفريق الاول، يان فيرتونخن واريكسن والدرفيرلد، مش هيجددوا عقودهم. داني روس طلع علن وقال ان هو مش هيجدد عقده ومش هيكمل. في مشاكل برضو غرفه ملابس توتنهام. هل مورينيو عنده القدره ان هو يحتوي المشاكل دي؟ طبعا عنده القدره يحتوي المشاكل. الراجل اللي انت بتتكلم على سي في، هو الاول ليه اصلا ممكن حد يعتبر جوزيه مورينيو واحد من اعظم المدربين في العالم؟ لان جوزيه مورينيو لما ابتدى مع بورتو كان التوقعات او الاكسبكتيشنز اللي جايه على جوزيه مورينيو انه يكسب الدوري البرتغالي، صح؟ عمل ايه؟ كسب دوري الابطال، وكسب دوري ابطال اوروبا ان ستايل، يعني ما كسبش دوري ابطال اوروبا بالبركه، هو كسب السنه اللي قبلها الثلاثيه يوروبا ليج والدوري والكاس، السنه اللي بعدها الدوري، وصل لنهائي الكاس وكسب دوري ابطال اوروبا. راح تشيلسي، الناس مستنيه ايه من تشيلسي؟ ان هو يكون فريق لطيف كده، انما عمره ما هيكون بجلاله وبقوه أليكس فيركسون، كريستيانو رونالدو، وين روني، الطقم اللي كان فيه ريو فيرديناند وتيفيز وفيليتش. انا بحاول احرق دمك وافكرك بالناس اللي كان بيدربها واحد زي أليكس فيركسون. الحمد لله. بالظبط. بتتكلم في انه خد الدوري مش سنه واحده، خد الدوري سنتين ورا بعض. يمكن السنه الاولانيه كمان ناس كتير كانت بتتكلم على انه انفق فلوس كتير، بس هو في الحقيقه كسبان الدوري ده بماتيا كيزمان وايدور جوديونسون قدام فطاحل، قدام تياري اونري، يعني كان لسه ارسنال بجلاله ومانشستر يونايتد بجلاله. فالراجل ده هو سبيشال وان، هي الكلمه دي بالنسبه لي هي بتنطبق عليه، علشان هو دايما بيكسر التوقعات بتاعه الانديه اللي بيدربها. ففكره ان هو يقود فريق ويقدر يعمل منه حاجه، غالبا هي اللي ممكن تكون حركته ان هو يقبل بتجربه توتنهام. انا متفق مع كل الاراء يمكن اللي بتقول ان تجربه توتنهام دي تجربه قليله عليه. هي ببساطه يعني جوزيه مورينيو اخد خطوه لتحت. الخطوه اللي فوق انك تبقى قاعد وسط الانديه اللي بتصرف ملايين ومليارات، ريال مدريد، ليفربول، مانشستر سيتي. فكره بقى انك عايز تنافس الناس دي من غير امكانيات، دي الخطوه اللي مورينيو خدها لتحت. هو رجع تاني زي كانه رجع لمرحله بورتو، رجع لمرحله تشيلسي بالظبط. طيب في نقطتين ومن كلامك، النقطه الاولى حتى حد من فانز بيقول لك مبروك هاري كين هيلعب مدافع. بص بقى النقطه هنا مهمه دي مبدئيا عبده. حلو 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 جدا النقطه دي. الراجل تشيلسي اللي زعلانين قوي ان جوزيه مورينيو كان مدي الفريق هويه دفاعيه، وراحوا وكسبوا دوري ابطال اوروبا مع روبرتو دي ماتيو. دي ماتيو كان بيهاجم ولا كان بيدافع؟ كاتناسيو. طيب كان بيدافع، كان بيدافع بيدافع بيدافع. ودروجبا في المذكرات بتاعته يا جماعه كان بيقول ان انا كنت بلعب باك ليفت علشان خاطر اضمن لفرقتي انهم يعرفوا يخرجوا من الجحيم اللي كان معمول علينا في برشلونه. فالفكره بتاعه الكره الدفاعيه دي هي سمه من سمات جوزيه مورينيو، بس في نفس الوقت لازم نبقى واخدين بالنا من حاجه مهمه جدا. في مدربين بيعرفوا يرصوا ال 11 لعيب زي الاقماع كده قدام الجون وبيباركوا ذا باص وبس. الناس دي عمرها ما هتاخد كميه البطولات اللي خدها جوزيه مورينيو. الناس دي ممكن تكسب بطوله بالدفاع، بس انك تكسب دوري زي الدوري الاسباني، تكسب دوري زي الدوري الانجليزي، ده معناها ان في مع الدفاع شق هجومي. الشق الهجومي ده وصله ان ريال مدريد كان في افضل حالاته كفريق هجومي بيلعب بكاونتر اتاكينج بيرسوناليتي. انت بتتكلم على فرقه كانت كل القوه بتاعتها انها لما بتقطع الكوره خلاص جون. نفس اللي كان بيعمله يورجن، او نفس المنهج اللي بيطبقه دلوقتي يورجن كلوب. ففكره الكاونتر اتاكينج بلان اللي كان بيعملها جوزيه مورينيو دي هي جزء مهم جدا من الكوره، زي الجزء الدفاعي بتاعه. يعني هو عنده الشقين دول، فالناس اللي بتاخد الشق الدفاعي بس علشان هو الاصل بتاع جوزيه مورينيو
حسها ظلمه شويه لجوزيه مورينيو. واعتقد ان واحده من الحاجات اللي اغرت جوزيه مورينيو بانه يروح لتوتنهام فكره ان هو حاسس انه ممكن عنده الادوات اللي تخليه يلعب الهجمات المرتده الجيده. طب خليني اخدك من النقطه دي تحديدا بقى الادوات. دانيال ليفي يعني سبب تاجل الخلاف بين دانيال ليفي وبين بوكيتينيو كان انه ما صرفش في الصيف اللي كان المفروض يصرف فيه ويجيب له نجوم الاي كلاس اللي هو كان عايزهم عشان يبتدي ينافس على البطولات ما جابهمش. خلينا نتفق حاجه مش هنضحك على نفسنا بشجع مورينيو بس انا عارف كويس ان الخطوه اللي بتاخدها لورا دي بتبقى اشبه مثلا بالمرحله بتاعه مورينيو طالع كان معاه كارلو انشيلوتي وطالع معاه رافا بينيتس واحد راح نابولي والتاني راح نيوكاسل فتره فبتتكلم في ان خلاص خدت خطوه لورا فمنطقي جدا بالتاكيد تجربه توتنهام مش افضل اضافه للسي في بتاع جوزيه مورينيو وربما كمان اعتبر ان تعيين جوزيه مورينيو كان غريب جدا بالنسبه لي في توتنهام لان توتنهام في النهايه مش النادي اللي بيصرف توتنهام نادي مبني على السكاوتنج ديبارتمنت اللي بتجيب لعيبه صغيره وبتتطور مورينيو كان بيطور لعيبه ايام بورتو ايام تشيلسي الاولانيه حتى انما بعد كده توقف تماما نجوم بس وبالتالي فكره ان انا مدرب معتاد على الانفاق ومعتاد على البطولات وما بيقبلوش اسمي الا ومعاه بطولات يعني اللي حصل له في مانشستر يونايتد ان اتقال له احنا جايبينك ليه احنا جايبينك عشان تكسب احنا مش جايبينك علشان خاطر تخلينا ناخد خطوه لقدام احنا جايبينك تكسب ده السي في بتاعك السي في بتاعك بيقول لك كده ففكره انه هيكسب بطوله في وجود ليفربول سيتي الناس اللي بتبني بقالها سنين الناس اللي بتنفق بقالها سنين دي مستحيله فانا مستغرب جدا من الخطوه بشكل عام لكن مع استغرابي من الخطوه عارف كويس قوي زي ما قلت لك ان جوزيه مورينيو قلبه هو اللي حركه ان هو لازم ارجع الملعب لازم اكون موجود واعتقد ان هو خطوه مش ممتازه بقى لمورينيو مش جاي مش عبقريه لتوتنهام لكن ربما الاثنين يلاقوا التوليفه القديمه اللي كان مورينيو عليها اللي خلته في من الايام الاستثناء. طيب محمد هنا راح لنقطه مهمه جدا بيتكلم عن سبب كره الجمهور ليه وتعتقد ليه ان هو ممكن يطول في مكانه جمهور توتنهام ومورينيو تحديدا من سنتين بالظبط كان عندهم خلاف مع بعض يور نوت سبيشال اني مور انت مش استثنائي بعد الان وهو خرج في مؤتمر مخصوص يرد على جمهور توتنهام دي انت عارف هي عامله بالظبط زي الاغاني اللي هي بتاعت انت هتترفض بكره والحاجات اللي الجماهير بتلعب مع المدربين وفي تصريح ليه قال قبل كده انا مش هدرب توتنهام في عمري علشان خاطر تشيلسي قبل ما جمهور تشيلسي بعد كده يشتمه بالتالي في متغيرات حصلت غيرت الواقع وبالتالي بقى منطقي ان هو ياخد التجربه دي فكره علاقته دايما بالجمهور هي علاقه مركبه شويه هو دايما كان مقتنع مثلا ان هو تشيلسي في مرحله ما كانوا حاطين الشعار بتاع وان اوف اس هو واحد مننا فجاه ابتدى الجمهور يكرهه هو بنى كتير قوي في حته كره الجمهور ليه دي الكره الدفاعيه الكره العدائيه فكره عدم قبول الخساره عدم الاعتراف بالخطا عدم الحاجات دي كلها بس ده جزء من كاركتر جوزيه مورينيو جزء ان هو باد لوزر خاسر سيء راجل ما بيقبلش الخساره الموضوع ده موجود في كونتي موجود في بيب جوارديولا موجود في دييغو سيميوني موجود في معظم المدربين العظماء اللي موجودين في الوقت الحالي فكره رفض الخساره دي هي جزء من اسباب نجاحه هي جزء من اسباب ان هو في النهايه خلت الكاركتر بتاعه استثنائي شويه عن باقي المدربين حطته في زمره مختلفه وهي وان كان ليها عيوب كتير جدا لكن انا بشوف ان هي جزء من شخصيته في النهايه اللي هي شخصيه بشكل عام حتشين كان ان هو واحد من اعظم المدربين في كره القدم يعني بالظبط طيب عمر هنا راح لحته تانية بيتكلم عن منافسه مع جوارديولا كلوب طبيعي واحد زي مورينيو هيبقى انت حتى كنت قلتها من شويه ان مورينيو لما اتقال عن كلوب وجوارديولا اتنين من اعظم مدربين هو كانت في نظره حزن في عينيه فدلوقتي انت مطالب انك انت بالسكواد بتاع توتنهام اللي هو كان يعني مركز 14 حاليا تنافس بيب جوارديولا او على الاقل تسبب ازعاج ليهم في اول موسم ليك ازعاج دي سهله هنبركز بس ونلعب هجمات مرتده لكن فكره منافستهم بشكل عام هي دي اللي انا مستغربها قوي ما اعتقدش توتنهام ولا جمهوره هيقبلوا باقل من اللي كان بيعمله بوكيتينو ده بالعكس ده اللي بيعمله بوكيتينو اللي هو اخر سنين خمس سنين بتتكلم في اربعه دوري في متواجد في التوب فور في اخر خمس سنين اربع مرات توب فور فانت بتتكلم في ان مش هيبقى مقبول ان جوزيه مورينيو يحقق اقل من كده وبالعكس ده احنا كمان اقلنا المدرب بتاعنا وهو بيحقق ده وبالتالي احنا عايزين الاكتر اللي هو ممكن يكون المركز الثاني ممكن يكون المنافسه ممكن يكون حتى في عينيهم اللقب عايز اقول لك ان كان في ديبيت في توتنهام شخصيه في فتره طويله جمهور توتنهام بيقول هل المفروض نفرح بان بوكيتينو خلانا حاجه ثابته في التوب فور ولا المفروض نتضايق ان الراجل ده ما جابلناش بطولات كافيه اندر اتشيفرز بالظبط كده طيب. فدي ممكن تحط ضغط على جوزيه مورينيو والمنطق بيقول ان مستحيل فريق توتنهام ياخد الدوري من كلوب ومن بيب جوارديولا لكن انت بتتكلم في النهايه زي ما قلت لك هي قصه
لا تبدو منطقية بالمرة، بس اللي حرك قلب جوزيه مورينيو ان كل قصصه اللي قبلها كانت غير منطقية بالمرة. قصة بورتو ما كانتش منطقية انها تنتهي بدوري ابطال اوروبا، قصة انتر ميلان ما كانتش منطقية تنتهي بدوري ابطال اوروبا، قصة تشيلسي ما كانتش ممكن حد يتخيل ان هو هيبقى مش مجرد بيحط الفرقة في مصاف الكبار، هو بيخليها واحدة من زعماء انجلترا لفترات طويلة في الكورة قدام ناس زي أليكس فيركسون وزي أرسن فينجر وقتها. طيب النقطة يمكن الأخيرة اللي كله بيتكلم فيها، وأحمد اللي كان بيسأل بيقول إن مورينيو قال إن هو هيطور أسلوب لعبه عشان يواكب التطورات، هيغير الجهاز، هيغير كتير في الطريقة. هل تتوقع إن بارك ذا باص اللي كان بتمركك، يعني مورينيو يبقى بارك ذا باص ومورينيو الباص على طول، لأن هو أصلا كان وصم توتنهام في 2004 وقال لهم إن أنتوا جايين تركنوا الباص عندنا في الفرقة وأنتوا عمركم ما هتكسب. هو كان على طول بيستخدم الكلام ده وبيقول ويستهام أنتوا بتلعبوا كورة من القرن 19 وبعدين بالضبط وهو يعمل كده. طب هل هو هيغير كل ده ويغير سياسة اللي هو 1-0 عشان أحقق نجاح؟ سياسة 1-0 دي برضه نقطة مهمة جدا. مورينيو بيحكي عن موضوع سياسة 1-0 دي، كان بيقول إن كان مهم في أول وصوله لتشيلسي إن الفرق اللي بتلعب تشيلسي تحس إن هي مش عارفة تتصرف. لازم اللعيبه بتاعتك ما عندهاش القدره ان هي تهاجم من الاول وان هي تلعب ماتش مفتوح، لان الماتش المفتوح هيخليها النهارده تكسب 3 بكره تتغلب 3. انما عشان ابقى واحد من الكبار كان اول مهمه عنده انه يخلي الفرقه دي غير قابله للاختراق. الخصم يحس بالعجز، وقت ما الخصم يحس بالعجز الثقه بتاعت الفريق اللي تسبب في عجزك هترتفع، وقتها الفرقه دي تبتدي تشعر بان هي فرقه كويسه، فرقه قادره تكسب كل الماتشات حتى لو 1-0. بعد كده بقى نروح لمرحله ان احنا عايزين ننافس على اللقب. انما دي جزء كانت من تركيبه مورينيو، او جزء من عايزين نقول المعادله اللي حطها مورينيو لنفسه عشان يكسب. وكان دايما بيقول حاجه مهمه جدا، بيقول انا دلوقتي دخلت غرفه خلع الملابس بتاعه تشيلسي في المباراه الاولى وقلت لهم احنا هنكسب الدوري، ونزلت ارض الملعب اتغلبنا 2، اللعيبه هتحس بايه؟ لا خلاص كده بتضحك علينا بالزبط. لان انت بتهتش يعني اي كلام بتقول كليشيهات اللي هو المدرب هيقول ايه يعني نخسر، لا هيقول عايزين ناخد الدوري. انما الحقيقه غير كده. انما لما يقول للعيبه كده ويحقق ده، وبالتالي هو كان السلاح بتاعه في تحقيق ده كان الدفاع والكره الدفاعيه والهجمات المرتده، فده كان السلاح اللي بيستخدمه وقتها. اتغير الوضع في انتر. في انتر ميلان الفرقه كانت بتلعب في الدوري الايطالي كره هجوميه، وبتلعب في دوري ابطال اوروبا كره دفاعيه بشق هجومي. في ريال مدريد اتغير ده اكتر، وبقى بيدافع في الكلاسيكوز وبيهاجم في بقيه الماتشات، وبسبب ده كسب الدوري. مفيش حد بيدافع بس وبيكسب دوري، لانك في النهايه انت بتطلع بتعادلات وبتطلع بهزايم. عملها مع تشيلسي في اخر دوري بالظبط. فاحنا بنتكلم في ان هو عنده كذا شق. اعتقد ان هو فكره انه بيقول انا هطور من شغلي دي هي جزء من رفضه للاعلان بتاع ان انا انتهيت، هي جزء من اللي هو ادوني فرصه ثانيه وهثبت لكم ان انا بني ادم اقدر اعيش في العصر ده. وهنا في نظريه مهمه جدا، ان انت بتتكلم فعلا ان كل احنا شفنا فابيو كابيلو صح في عزه، وبعد كده شفنا فابيو كابيلو فتره انهيار تام مع انجلترا روسيا، بعدها شفنا مارتشيلو ليبي بطل العالم في 2006، شفنا مارتشيلو ليبي اللي مش قادر يرفع شماعه في 2010 واللي بيقول للصين انا لو فضلت قاعد هنا هبقى باخد من فلوسكو كتير، ده مش تدريب ودي مش كوره دي بالضبط. فشفنا المدربين العظماء وهم في مرحله انهيار، شفنا ارسن فينجر. فاحنا بنتكلم على ان مورينيو قد يكون دخل في المرحله دي، لكن هو عنده قناعه ان انا قادر اخترق القاعده دي، وان انا اعيش فترات اطول، وان انا اقدر اعمل ريفامب واعمل تطوير واعمل عوده للحياه. هل توتنهام يديله العوده للحياه؟ لا. بس هل مورينيو كان في اي مرحله من المراحل دي انت تتوقع بعد التجربتين السيئتين بتوعه دول يجيله اوفر من ريال مدريد او يجيله اوفر من بايرن ميونخ؟ مورينيو كان في اي لحظه اي مدرب هيمشي هيتحط اسمه على الترابيزه كمرشح طبعاً. بس عمره ما كان هيتم اختياره، لانه خلاص انت بتقول هو باد نيوز. هو انت بتتكلم في مدرب بيجي بيعمل خلاقات بيتخانق مع الاداره بيطلع يفضحها في الميديا المؤتمر. فيبقى طب احنا هنجيبه ليه؟ نعمل دوشه لنفسنا ليه؟ لكن في نفس الوقت لازم الناس تبقى عارفه انه هو بيتخانق مع لعيبه مانشستر يونايتد، ساب لعيبه مانشستر يونايتد، ومن وقتها مارسيال فين؟ ما فيش مع ولا مارسيال ولا لوكشو ولا من وقتها بوجبا عمل تطوير ايه؟ هل بوجبا في دبي؟ هل الخناقات اللي دخلها جوزيه مورينيو كان ما كانش عنده حق فيها، ولا الاداره ما ادتش انطباع للناس ان هي في ظهر الراجل ده ضد اللعيبه علشان هو قائد ولازم يحترم؟ بالك من نقطه مهمه، اداره مش ضعيفه يعني. أليكس فيركسون اتخانق مع رود فان نيستلروي كان وقتها اهم مهاجم في العالم ومشاه. الاداره عملت ايه؟ جابوا له ضرب ديفيد بيكم وعوره في راسه
ومشى ديفيد بيكهام عضو برونالدو براند في تاريخ انجلترا على مستوى التسويق وعلى مستوى كره القدم حتى. ايه الاخبار؟ عملوا له ايه؟ سابوه، لان في النهايه في حاكم واحد. مورينيو في اوقات كتير عايز ياخد الكاركتر ده، وده حقه، ان بعد العمر ده هو في النهايه وبعد الانجازات اللي حققها دي هو لازم يكون الليدر الواحد. حلو، ده لا ينفي ان هو عمل مهازل في مانشستر يونايتد وان هو كان طيب بطيء جدا في بس سير اكس فيرجسون كان بيكسب وكان بيحقق حاجات، لكن مورينيو ما بيكسب. يعني لما بتلاقي الخناقه الاولى، زي لو تفتكر ماتش توتنهام لما بوجبا وقف يقرا الفتحه في نص الملعب وتوتنهام راح جاب الجول السريع اللي جابوه باريكسن ده، وحصلت خناقه، ومن ديسمبر لديسمبر كان مورينيو مشي. مورينيو لما بيبتدي خناقه في اي مكان خلاص مورينيو مشي والنادي بالنسبه للناس عشان دي اخر تجربه في دماغك في اللحظه دي. ومع تشيلسي انا مش بقولك ان مورينيو كان صح وهو بيتخانق، بقول لك مورينيو كان بيتخانق ليه. مورينيو كان متخيل او مقتنع ان انا من حقي اتخانق لان الاداره المفروض تدعمني، بس الاداره دي راحت جابت ديفيد مويس اللي بيلعب كره طوليه، المدرب اللي بعده لويس فان جال اللي بيلعب على الارض كره قصيره، حاجه بتبين لك ان هم مشتتين. يعني اللي بعد فان جال الراجل اللي بيقدم كره هجوميه جوزيه مورينيو، وكره دفاعيه اللي بعد جوزيه مورينيو اولي سولشاير اللي هيقدم كره مانشستر يونايتد القديمه. بمعنى اربع مدارس مختلفين ورا بعض بتبين لك ان النادي ده اصلا ما عندوش فيجن. النادي ما كانش عنده رؤيه، بيجيب مورينيو ما بيدعموش بالصفقات، في خناقه مورينيو مع اللعيبه بيسيب مورينيو لخناقته مع اللعيبه من غير ما يتدخل، تعلى ما بيقفش صف مدرب ولا صف يعني ينجز الموضوع. ففي النهايه كان في مسرح او في سيرك. طب التجربتين اللي قبلهم كان في سيرك قومي. ايه التجربتين اللي قبلهم؟ تشيلسي برضو الاقاله في نص الموسم. ايوه، ما هو انا بقول لك اخر تجربتين مانشستر وتشيلسي، انما التجربه اللي قبلها ريال مدريد لا هو ماشي عادي. هو في النهايه ريال مدريد ما كانش ما عملش يعني احتكار للبطولات زي بيب جوارديولا، بس انا بالنسبه لي كان نقل ريال مدريد من مرحله الخروج من دور ال 16 على ايد اولمبيك ليون في دوري ابطال اوروبا 12 سنه متتاليه لفرقه متواجده رجعت تاني للحياه يعني. وواحده من خناقاته كانت الشهيره لما اتخانق مع المدير الرياضي للنادي ومشاه خورخي فالدانو وهيمن وفرض سيطرته على النادي. هو دي طريقه ادارته. اللي مش قادر يستحمل طريقه اداره مورينيو مش المفروض يتعاقد معاه، زي انطونيو كونتي. انت بتجيبه وانت عارف ان هو هيبقى باد نيوز لو انت ما اديتلوش اللي هو عايزه، عارف انه هيطلع يفضح الاداره ويقول لهم انتوا ما جبتوليش اللعيبه اللي انا طلبتها. فانت ده جزء من الكاركتر، الكاركتر بتاع المدرب في ان هو بيتخانق، في انه هو بيلعب كره دفاعيه، لكن في انه بيكسب وبيكسب وبيكسب. فانت في النهايه بقى يا اما تختار الكاركتر ده وانت عارف انت جايب ايه، يا اما في النهايه يعني ما ينفعش تتعاقد معاه وبعدين تقول اوبس ده بيدافع، فاهم؟ زي اللي حصل في تجارب زي مانشستر يونايتد مثلا، او تقول اي ده مش بيطور. هو كان كويس مانشستر ما كسب الدوري الاوروبي، كسب ثلاثيه في اول موسم. اول موسم كان كويس، انا كنت متخيل ان كان لازم يجيبوا له الصفقات اللي طلبها علشان اول موسم ده كان واعد جدا. جاب 12 لعيب على 3 سنين. 12 لعيب على 3 سنين بقى ارقام عامله ازاي؟ ومين النوعيات اللي دخلت النادي قياسا بقى بالنوعيات الثانيه؟ السوق المنافسين. وخد بالك ان مثلا بيب جوارديولا وهو موجود في مانشستر سيتي، هو مش بقول ان هو معاه ميزانيه عملاقه، بس هو دخل على حال افضل بكتير من حال مانشستر يونايتد لما مورينيو جه. بمعنى ان الفرقه كان فيها كيفن بروين وكان فيها سيرخيو اجويرو وكان فيها بعض اللعيبه الورلد كلاس. مانشستر يونايتد لما مورينيو جه كانت ما كانش فيه غير ديفيد دخيل هو الورلد كلاس الوحيد. فانت محتاج تدعم هنا صفقات، ومحتاج تتحرك على ارضيه صلبه اكتر من كده. مش بقول مره تانية ان هو ما غلطش في مانشستر وغلط غلطات فادحه في مانشستر، لكن قصدي ان الاداره ساهمت بشكل كبير في النتائج الفضيحه دي. ده بس كل الموضوع. انما في النهايه انا مقتنع ان جوزيه مورينيو اخذ خطوه لورا، اخذ خطوه صعبه، وان توتنهام ما جابش افضل خيار ممكن للحاله بتاعته النادي بتاعت الاختيارات بتاعته. لكن توتنهام في النهايه قدام الجماهير بيقول انا جايب مدرب عالمي، مدرب من افضل المدربين في التاريخ وهيكسبنا بطولات، والمدرب مقتنع من جواه انه لسه ما خلصش. هل بقى لسه ما خلصش ولا خلص؟ ده اللي هيظهر. هو بالظبط ماذا لو؟ طب لو فشلت كده نهايه مورينيو؟ خلاص. زي ما احنا ما انا قلت لك احنا شفنا مارشيلو ليبي بينتهي، شفنا فابيو كابيلو بينتهي، شفنا ارسن فينجر بينتهي، مش هتبقى اول نهايه يعني. بالظبط. حاجه مش جيده لامثالي، بس في النهايه هي طبيعه كره القدم. شكرا يا عز. شكرا لكم يا جماعه، يعني والله نورتونا في التعليقات، واتمنى نكون جاوبنا على كل الاسئله اللي شفناها، حاولنا على قد ما نقدر، وان شاء الله نكون معاكم كمان في لايفات كتير جايه.